كم يزن الباب الذي رفعه علي بن أبي طالب في خيبر؟ ما أدري، لكن لم يثبت هذا، أنهم قالوا أن علي بن أبي طالب رضي الله رفع بابا بيده لا يستطيع أن يحركه 40 رجلا. هذا غلو، غلو من الرافضة في كلامهم، هذا غير صحيح أبدا. أن علي رفع الباب بيده، بيد واحدة يقول لا، وفي بعض الروايات رافع بيده ويقاتل باليد الثانية. الكلام هذا غير صحيح يعني أبدا. وعلي يعني يكفيه يعني ما عرف من الشجاعة والفضل رضي الله عن هذه الترهات وهذه الأكاذيب.